نجاحات وإنجازات طلابنا وطالباتنا دائما ما تؤكد على وجود الشغف والطموح. وأكيد في فقرتنا هذه معنا قصة نجاح عنوانها اللغة الصينية. قامت طالبة الدراسات العليا شذا بكيش باختيار اللغة الصينية لمناقشة رسالة تخرجها بالرغم من صعوبتها، وأكيد نبي نطرح عليها إيش الأسباب اللي خلتها تختار هذه اللغة وكيف اجتازت هذه المرحلة. راح نعرف بتفاصيل أكثر ونرحب معكم عبر سكايب مع شذا بكيش، مدربة لتعلم اللغة الصينية بمعهد ملتقى الرواد في مكة المكرمة. أهلا وسهلا فيك شذا. أهلين وسهلين أهلين. بداية حابة أشكركم، أشكر قناة روتانا الخليجية وبرنامج سيدتي وطاقم العمل على هذه الاستضافة الجميلة. أكيد إحنا يعني نتشرف بتسليط الضوء على الطالبات والطلاب والإنجازات اللي زي إنجازك هذا شذا. فخلينا نتكلم، ليش اخترتي اللغة الصينية في البداية في رسالة تخرجك، وإيش كان موضوع التخرج أو موضوع رسالتك؟ بداية أنا كنت مبتعثة في الصين، فمن البديهي إني أختار اللغة الصينية كدراسة أو كلغة الدراسة، كلغة الرسالة، كلغة المناقشة. ثانيا حبيت اللغة الصينية جدا، شغوفة بتعلمها، لقيت ثناء كبير من معلمات الصينيات، كطالبة اجتازت اللغة بجدارة، فحبيت إني أكمل مرحلة الدراسة باللغة الصينية والتخصص وأناقش بهذه اللغة. طيب الابتعاث كان في الصين، لماذا الصين يا شذا؟ وليش اخترتي انك تبتعثي في الصين؟ يعني اللغة الصينية كلمينا عنها، ليش هي مهمة؟ ليش مهم انك درستيها؟ فكلمينا عن هذا الاختيار من البداية اصلا. طيب من البداية سبحان الله انا استشرت الوالد في الموضوع، فقال لي افضل شيء تطلع على الصين وجربي حاجة جديدة، والصين المستقبل للصين. حلو. سمعت الكلام ورحت الصين. في البداية الصحيح كان في صعوبات، لكن الحمد لله بفضل الله اجتزت الصعوبات في تعلم اللغة الصينية. أتقنتها تقريبا في 3 أشهر. حتى كان اللي حواليا يعتقدوا إن أنا صينية، يعني معقول؟ الحمد لله. ما شاء الله معقول. عندي حب، يعني توصلت يعني المستوى المتوسط تقريبا في مدة 3 أشهر أو 4 أشهر الحمد لله. شذا خلينا نستغل وجودك اليوم معانا كذا ونتكلم عن اللغة الصينية بحد ذاتها، يعني كم حرف؟ وهل هي حروف أو رموز؟ لأنه في كثير يمكن ناس تقول أصلا ما فيها حروف، فيها رموز. في ناس تقول لك رموزها أكثر من 100 أو 200 رمز إذا أنا مو بغلطانة، تنكتب بطريقة معينة. إيش أكثر شيء حسيتيه صعب؟ هل هو الكتابة أو القراءة أو الكلام؟ يعني كلمينا أكثر عن اللغة بحد ذاتها. طبعا اللغة الصينية هي ما فيها حروف، هي عبارة عن رموز، عن رموز، وما هي 100 ولا 1000 ولا 2000، أكثر بكثير، يعني أكثر من ذات بكثير، بالألوف، يعني بالألوف، بحيث إنك كل ما درستي ممكن سنة سنتين 3 سنين يكون عندك مجموع من إيش، من الرموز، يصل إلى 6000 رمز وأكثر كمان. أصعب شيء فيها هي الصوتيات في البداية وتعلم النغمات، لأنه كل نغمة تختلف تغير لك المعنى تماماً. بس أسهل طريقة إنك توصلي يعني لهذا التعلم بجدارة إنك تتعلمي طريقة البنيين، اللي هو التهجئة الصينية. هذا نظام حديث، يعني مو قديم جداً، حديث يمكن من الخمسينيات تقريبا، أدخل في اللغة الصينية حتى يسهل عملية تعليم اللغة الصينية ونقلها للآخرين. فهو نظام البنيين استخدموا اللي هي الحروف اللاتينية كترجمة صوتية، يعني عبارة عن إيش، تهجئة صوتية للنطق الكلمات. طبعا الكتابة صعبة، لكن مع الممارسة بتسهل، يعني جدا تكون سهلة. أكثر حاجة صعبة كمان راح نحتاج الاستماع، يعني نحتاج انك تسمعي كثير، تشاهدي مثلا مسلسلات كثير، افلام كثير، حتى انك
تغلبي على هذه الصعوبات. مسلسلاتهم وافلامهم حلوه يا شذا، تعلم يعني. والله في وفي في وفي، ولازم تختاري على حسب المستوى، لازم تختاري. بس انا عارفه اذا انت حابه تسمعي يعني تتقني، لابد انك تسمعي كثير، لابد تسمعي كثير، تسمعي وتتكلمي في نفس الوقت يعني، هذا شيء مهم. وتتحدثي جدا بالزبط. فعلا لازم تتحدثي، لازم ممارسه. بالضبط. لازم ممارسه صح. طيب بشده يعني كلمين عن الرساله حقتك في الدراسه، هل هي لتعلم اللغه الصينيه لغير الصينيين؟ عن ايش كانت يعني الرساله؟ نعم. ابدا طبعا. ابدا كانت رسالتي، في رسالتي طبعا انا اصلا تخصصي الميكروبيولوجي والصيدله الدوائيه، ما شاء الله. كانت رسالتي في عمليه استخلاص مضادات الاكسده من قشور بذره الشاي بتقنيه الميكرويف والموجات الفوق صوتيه. هذه هي رسالتي. لكن كتدريب الان للغه الصينيه، انا مره احب اللغه الصينيه، شغوفه بها. طبعا في البدايات اخذت دبلوم عالي في اللغه الصينيه، وبعدين درست الدراسات العليا، وحتى بعد ما تخرجت من الصين اكملت دراساتي في مجال الطب التكميلي والابر الصينيه والعلاج بالموكسوثيرابي واللسع بالنحل والحجامه، يعني برضو انا في اطار الصين والطب التكميلي، وشغفي بالصين واللغه الصينيه. واضح. جميل. يعني الثقافة الصينية أصلاً أتوقع ريم يعني من أعرق الثقافات في التاريخ، من ناحية الطب، من ناحية اللغة، من ناحية الأشياء اللي يؤمنون فيها، يعني ثقافة ودك تتعلمين عنها أكثر. طب شذا، خلينا نتكلم عن تخصصك. يعني ذكرتي أنه تخصصك مايكروبيولوجي، اللي هو خلينا نقول الأحياء الدقيقة، وكمان اللي هو الصيدلة، صحيح؟ فيعني نبغى نعرف ايش راح تكون خطتك الثانيه او الخطوه القادمه شذا، ايش راح تسوين بهذه الشهادات بجانب طبعا اللغه الصينيه؟ والله انا عندي يعني خطه اني اعمل مشروع او مركز علاجي باذن الله تعالى، وهذا في الخطه باذن الله. يعني حابه اني اعمل خط يعني مركز علاجي، زي ما قلت لك انا اكملت كمان في الطب التكميلي دراساتي وبعض الدراسات والإبر الصينية زي ما قلت لك، فأنا هذا اللي حابة أكمل فيه، إني شغفي باللغة الصينية وبالطب البديل وبالمايكروبيولوجي والصيدلة الدوائية. طبعا إحنا قلنا صيدلة دوائية، فكان المشروع البحث فيه شيء عن الأعشاب أو من الأعشاب، فهو هذا الخطة اللي أنا حابة إن شاء الله بإذن الله تعالى. إحنا يعني قيد بإذن الله وضع الخطة، أعمل إن شاء الله مركز علاجي إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى. واضح الشغف يا شذا، واكيد راح نستضيفك على موضوع العلاج بلسعات النحل، هذا موضوع كبير نبغى نتكلم فيه في تفاصيل، ولكن ان شاء الله في فقره ثانيه. ان شاء الله. طيب ايش الفرق الان اللي يبغى يتعلم اللغه الصينيه؟ يعني حروفها الصينيه هي قريبه جدا، انا بالنسبه لي كواحده ما اعرف، لما اشوف الحروف الصينيه تشبه اليابانيه مثلا، لكن سمعت انه في شيء قريب الطول وفي شيء قريب العرض، فكلمينا ايش الفرق، كيف تعرف تفرقي بيناتها؟ طيب انا هقول لك حاجه. اول شيء قلت لك هي ما باللغه الصينيه ما فيها حروف، فيها رموز، اسمها الرموز او الخنزه او المقطع الرسومي، هي رموز، عباره عن رموز. اللغه اليابانيه فيها الكانجي، مشتقه من ايش؟ من الخنزات، يعني هي نفس ايه، مشتقه من اللغه الصينيه من الخنزات، تشبه الخنزات. بعض الاحيان نطقها يختلف عن النطق نفسه، لا نطق الصيني، لكن المعنى نفسه. اللغة اليابانية فيها أربع نماذج للكتابة، عندهم الكانجي والهيراغانا والكاتاكانا، وعندهم اللي هو الحروف الإنجليزية يسموها روموجي، هذه تتشابه مع اللغة الصينية في نقطة البينين. يعني احنا فهمنا يعني يا شذا، اللغة الصينية أكثر. يعني صراحة شذا ما شاء الله عليك، يعني بتتكلمي مع أحد يعني هذه مصطلحات جديدة علينا وصراحة صعبة، يعني اديك العافية انك تعرفي تفرقي بين اللغات وتعرفي انك واصلة لمرحلة من الاحترافية رائعة جدا في تعلم اللغات والفرق بيناتهم صراحة. أقول لك أساسا يعني أنا الآن مدربة وبعلم طالبات اللغة الصينية، يعني دائما السؤال مو أول مرة يطرح علي، يعني دائما يا أستاذة إيش الفرق، كيف نفرق، كيف نحفظ، يعني هذه كلها مهارات. يعني لابد
اول ما تدخلي مثلا تاخذي فقره التاسيس او اول مستوى في تاسيس اللغه الصينيه، باذن الله هذه كلها تتغلبي عليها. اهم شيء تدخلي وتعرفي البدايه. نعم. شذى، أنا بطلبك يعني طلب، يمكن كثير من المشاهدين الآن حابين يسمعونك تتكلمين، ممكن تقولي لنا جملة، سواء تعرفين على نفسك، اسمك، دراستك، يعني عطينا كذا جملة بالصيني. أوكي حاضر. طيب حقول داجيا هاو وانشان هاو وجاو شادن وش خاني لوشي 我在中国学习研究生，现在我在沙特买家，我说可能是文士开头难，但是我是沙特人，就是可以说沙特人的追星，就像对神一样，谢谢你们，我很感谢你们，就是。 我就是感谢你们，谢谢啊！ يعني بشكركم جدا، وعرفت في نفسي في البداية، قلت اسمي، تكلمت إنه أنا الآن مدربة لغة صينية، وقلت كمان إنه كل حاجة في بدايتها صعبة، وانشر كايتونان يعني كل شيء في بدايته صعبة، لكن السعوديين عندهم همة مثل مثل همة يعني همة السعوديين مثل جبل طويق، يا اللي هي الجملة كانت تقول شاترن ذا جيسن جو سيانغ طويق شن إيانغ. فانه همة السعوديين وعزم السعوديين زي جبل طويق، ان شاء الله ما في شيء يعني يوقف قدامنا باذن الله تعالى. الله عليك. الله، حلو يا شذا، يعني صراحة بنستمتع كذا وانت بتتكلمي ونشعر بالفخر. أنا أحيانا أقلب في القنوات أشوف قناة عين لتعليم اللغة الصينية وأنبهر، يعني الطلاب وهم بيتعلموا وبيتعلموا كيف طريقة النطق الصحيح ومخارج الحروف، وفي اهتمام كبير بتعلم اللغة الصينية اليوم. كلمينا، كونك مدربة لتعلم اللغة الصينية في مكة المكرمة، إقبال البنات عنها في هذا الموضوع، ليش حابين يتعلموا اللغة الصينية؟ شغفهم بتعلم اللغة الصينية، كلمين عن الموضوع شوية. طيب أبشر. طبعا أنا مدربة لغة صينية في معهد ملتقى الرواد في مكة المكرمة تقريبا من 3 سنوات. في إقبال حقيقي، في إقبال. بداية كانوا يجيني المرحلة اللي هم يتعلموا اللغة الكورية واللغة اليابانية، ونبي نعرف الفرق. لا، الكورية احنا عارفين ليش. ايوه الكوريه واليابانيه، وبيعرفوا الفرق. وبعد كده صار في اقبال من الناس اللي لا والله انا بتعلم صيني، طالما الرؤيه وتوجه الرؤيه احنا نبي نتعلم صيني. فانا مره اشعر بالفخر انه انا والله عندي المقدره اني اعلمهم واكون ايش مع الرؤيه. الحمد لله في اقبال جدا، مو بس من مكه، لانه الان عارفه اغلب التعليم صار عن طريق الزوم والاونلاين. فعندي من خارج مكة، عندي طالبات من حايل، تبوك، الشرقية، الرياض، ما شاء الله عندي كثير، من جنوب المملكة، يعني من كل أنحاء المملكة عندي. وفي إقبال، اللهم صل على محمد، كثير جدا حابين يتعلموا. وكمان عندي معلومة، إذا تعرفي إنه الأعمار في بعضهم يعني بتفاجأ بعمر 60 سنة يجي يتعلموا لغة صينية. ممتاز، حلو. بيكونوا جدا يعني عارفه مجتهدات شاطرات في التعلم. ليش لما تساليهم ليش تبغوا تتعلموا الصيني، ايش يكون ردهم يعني؟ والله ردود مختلفه، ردود مختلفه. في ناس تقول لك مع الرؤيه، حلو. وفي ناس تقول لك حب وشغف، وفي ناس تقول لك عشان السي في، وعشان يكون اقوى السي في ووظيفتي تكون اقوى وبشكل اقوى. وفي ناس اكيد عشان التجاره يعني، اكيد كمان. وفي ناس فعلا تقول لي عشان ابى اطلع سياحه وابى اطلع تجاره وعشان البزنس. يعني كل شخص او كل انسان يختلف ايش شغفه وحبه لتعلم هذه اللغات، مختلف من جهه لاخرى. طبعا يعني تعلم اللغات بشكل عام دائما ما يكون ايجابي، الواحد يتعلم أكثر، الواحد يعني حتى يصير أذكى، لأنه الشخص اللي يتكلم 5 6 لغات غير الشخص اللي يتكلم لغة أو لغتين. شدة، طيب الآن لنفترض أنه يعني قررنا أو قررت أنا أسجل معك أبغى أتعلم اللغة الصينية، إيش أول شيء، إيش الخطوة الأولى؟ هل هي يعني كلام أو كتابة؟ هل عندهم جرامر أو عندهم قواعد
نحوية أو ما عندهم؟ ودي أعرف أكثر يعني. أكيد أكيد في جرامر، أكيد في جرامر، لكن أول خطوة أعلمك هي إن شاء الله تعالى، وهي يعني سواء أنا أو أي مدرب آخر، اللي هي الصوتيات، تأسيس الصوتيات أهم شيء، أهم حاجة الصوتيات. لأن أنا قلت لك النظام البنين هذا عبارة عن حروف لاتينية، لكن الصوتيات مختلفة تماما. يعني شوفي زي عندك حرف الكيو، حرف الكيو تلقي بعض الكلمات تبدأ بحرف الكيو، تهجئتها فيها الكيو، لكن نطقها شيء تماما مختلف. اوكي، فبعض هي لازم نأسس صوتيات، يعني اقعد مدى مثلا مده اسبوع اسبوعين وانا اسس في الصوتيات، بعد كذا ندخل محادثات بسيطه، نتعلم طريقه كتابه الرموز، نتعلم بدايه اللي هي الجرامر البسيط جدا. عارفه هي مستويات، يعني مستوى تبدأ من البدايه الى ان توصل ان شاء الله تعالى لمرحله متحدثة بطلاقة. إن شاء الله يعني تقريبا بعد سنتين إلى سنتين ونصف من الدراسة توصل لهذه المرحلة بسهولة جدا بإذن الله. ونتمنى يعني للجميع التوفيق، ومرة حلو أنه في ناس بيختاروا أنهم يتعلموا اللغة الصينية، وبيكون باختيارهم البحث وحابين أنهم ينموا نفسهم في هذه اللغة ويتعرفوا عليها وعلى ثقافتها أكثر. شدا يعني جدا مبسوطين فيك، شكرا لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا مكملين معاكم فقراتنا، ولكن بعد فاصل قصير. بعد الفاصل عبية في الدرعية، بطولة دولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2022.